نحن بنداء لبيك يا حسين، نتقدم بنداء لبيك يا حسين، نهجم بنداء لبيك يا زينب، نجلس على العبو ونفككها. كنت أداوم بالكلية وألتحق بأيام العطلة. أوصي الأهل والأصدقاء والجيران وكل شخص يعرفني أنه لا يحزن علينا. إحنا سلكنا طريق الحق، طريق الولاية. هذا الطريق هو امتداد لطريق محمد وآل محمد وثورة الطف. الفتوى المباركة، فتوى الجهاد سماحة السيد السيستاني، هي امتداد لثورة السيدة زينب عليه السلام. وأوصي الناس أنه يبقون على هذا النهج، نهج المرجعية، وأن لا يتخلوا عن الحج الشعبي المقدس.